اسمحوا لي كالعادة أكرر شكري الحار إلى جهة الدار البيضاء ستات وإلى مدينة الجديدة ومسؤوليها وساكنتها الذي استضافوا منذ النسخة الأولى هذا الحدث الجميل وجعلوه جزءا منهم. وأود أيضا أن أعرب عن انتماني لجميع الفرق المساهمة في تنظيم هذا الحدث التي لا تدخر جهنان لكي تكون في الموعد كل سنة. وشكرا لكم. احنا على ابواب تنظيم الدوره العاشره لمعرض الفرس وتأينا باش ندير واحد الوقفه ونشوفوا شنو هما النتائج اللي حصلنا عليها بتنظيم الدورات اللي سبقات واش كنا في المستوى وشنو هما السلبيه النتائج الايجابيه اللي كانت ديال هذا الفرس. احنا كنعرفوا ان ميدان الفروسيات تطور في المغرب لا على نطاق الفروسيات التقليديه تبريضه، هذا واضح انه كلشي كيعرف ان العدد ديال المواسم كثرات والعدد ديال الناس اللي كيمارسوا هذه الرياضه كثروا، كذلك القفز على الحواجز، كذلك الفرسان ديال المكلفين بالفرس العربي الاصيل، وكذلك الفرس العربي البربري والفرس البربري، يعني القطاع كله تنمى والقطاع كله جات واحد القيمه اضافيه، كذلك المهن المتعلقه بالفرس منها مثلا الناس اللي كيصنعوا السروجة، الناس اللي كيصنعوا الكحل، يعني هاد الميادين كلها تنمت بفضل معهد الفرس اللي هو لقاء سنوي لجميع المهتمين بقطاع الفروسية في المغرب، ولو كلشي كلهم كيتسناو وقتاش يوصل هاد الوقت هذا باش يتلاقاو باش يشتغلوا بتنمت هاد القطاع. غادي تكون ان شاء الله يعني انشطة كبيرة كما هي معتادة عند الجمهور، وهذه مناسبة باش نديرو لا بروموسيون للشباب باش الناس تجي تتلاقى مع الجمهور. حنا كنعرفوا يعني انه التقاليد ديالنا والعدد ديالنا والعلاقة ديال المغرب مع الخيل هي جد مهمة، وغادي نكونوا ان شاء الله في المستوى ديال اللي كنتظروه في التنظيم ديال هذا المعرض.